حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير. وجاء الرد أخيرا، سنعاقب من استهدف قنصليتنا. كلمات لم تطلق لأعنان الهواء، بل تلاقفتها ملايين الأرواح والمشاريع الاستشهادية لنصرة الثورة الإسلامية في كل مكان وزمان. ثأر وإن طال انتظاره سيحضر، في عمق تل أبيب سيتحقق، فضربات المقاومة توجع. فكيف إذا انطلقت من طهران بأوامر الإمام؟ أما في العراق، إنهاء مهام التحالف ليس شعار، فالوجود الذي هدد الآباء لا يحقق مستقبلا للأجيال ولا يعيد الدولة لفلسطين. فهل سيتحقق النصران بضرب الكيان وإخراج الأمريكان لتزف البشرى في أصقاع الأرض كبشرى شهادة أشبال الأسد هنية الذين وهبهم فداء على طريق تحرير القدس والأقصى؟ الكيان الإسرائيلي الخبيث ارتكب خطأ بمهاجمة قنصليتنا في سوريا ويجب أن يعاقب وسيعاقب. إذا اعتديتم على أراضينا سنعاقبكم. هذه كانت رسالة الإمام الخامنئي في خطبة صلاة عيد الفطر في طهران. بين جموع الحشود الثائرة والجاهزة لتنفيذ أي أمر لقائد الثورة الإسلامية للرد على الاعتداء الأخير الذي طال قنصليتهم في سوريا، راح ضحيته عددا من قادة الحرس الثوري الإيراني. في الوقت ذاته يسعى الكيان الصهيوني لإشعال المنطقة بنار الحرب وتوسيعة رقعتها لأبعد نطاق ممكن، لا سيما بعد تصريح وزير الخارجية بأن إسرائيل سترد على طهران إذ هاجمت إيران أراضيهم، تصريح يمثل امتداد السياسة الرعناء التي ينتهجها الكيان للحفاظ على ما تبقى من وجوده أمام صولات وجولات المقاومة الإسلامية. بين الشروع والمشروع شرعية الدفاع عن المستضعفين والمظلومين في غزة تبقى مسؤولية الشرفاء في كل وقت وزمان وأمام أي عدوان أو شر خصوصا، وإن جرائم الكيان الصهيوني أزعجت المسلمين في جميع أنحاء العالم بقتل واستهداف النساء والأطفال بحسب ما أكده الإمام الخامنئي في خطبته. حوار ملفنا الأول راح يكون مع الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ مجتبى علي، حياك الله وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا بحضرتك. الهجوم على قنصلياتنا يعني الهجوم على أراضينا، رد واضح من الجانب الإيراني، ماذا يعني هذا التهديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. يعني منذ تنفيذ العملية ضد القنصلية الإيرانية كان واضحا أن هناك سيكون رد إيراني مباشر، باعتبار أن القنصلية هي تعد جزءا من الأراضي الإيرانية، يعني القنصلية في أي بلد تعد جزءا من ذلك البلد. لذلك كان من الواضح أنه سيكون هناك رد مباشر ليس عبر الحلفاء، بل سيكون من إيران وبشكل واضح. اليوم سماحة الإمام الخامنئي أيضا أكد على ذلك، وهو قال أن الكيان سيعاقب بالتأكيد. هذا يعني أن إيران سترد وبشكل مباشر، لكن فقط هناك حول حول طبيعة الضربة، النقاش حول طبيعة الضربة، لأن الإيرانيون يقولون أننا يجب أنه يجب أن تكون ضربة محسوبة لكي لا يتسع الحرب، لكي لا تتسع الحرب. يعني ماذا تقصد بالضربة المحسوبة؟ يعني ما هي الضربة التي تحقق الأهداف الإيرانية دون إشعال المنطقة؟ يعني يجب أن تكون ضربة قوية موجعة، لكن أن لا يفتح المجال أمام الطرف الآخر، الطرف الإسرائيلي، حيث أنه يبدأ بعملية جديدة. يجب أن تكون هناك ضربة محسوبة. هذه الضربة هي شبيهة لما قامت به إيران في عين الأسد.
إذا يعني تتذكرون تلك الأيام بعد مقتل الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أيضا إيران قصفت قاعدة عين الأسد وكانت ضربة محسوبة، حيث أن ترامب قد هدد في البداية أنه في حال تعرضنا إلى هجوم إيراني سنعاقب إيران وسنهاجم 52 نقطة في داخل إيران. صحيح. لكن هو لم يفعل ذلك وتراجع. الضربة المحسوبة يعني أن تضرب الطرف الآخر لكن بشكل هو لا يستطيع أن يبدأ بحرب جديدة. طبعا الطرف الأمريكي هو أوصل رسائل إلى إيران بأنه نحن سنقف أمام الكيان الصهيوني في حال أراد أنه أن يبدأ بضربات أخرى على مناطق إيرانية، يعني سفارات أو قنصليات أو الداخل الإيراني، لأن الأمريكي يعلم بأنه الطرف الإسرائيلي يريد توريط الولايات المتحدة وجرها في حرب جديدة. نتنياهو يريد تغيير المعادلة من حرب إسرائيلية فلسطينية إلى حرب أمريكية إيرانية، هذا كل ما يريده. طيب. نتنياهو، الكيان الصهيوني توعد بشكل صريح باستهداف الأراضي الإيرانية في العمق الإيراني في حال استهداف أراضي الكيان الصهيوني، يعني هو لا يستطيع ذلك. هو يبقي يعني ذكروا هذا الأمر بسبب أرادوا ردع إيران عن أي ردة فعل على ما قام به الكيان، لكن هو لا يستطيع أن يفعل ذلك. أولا يجب إلى أن يأخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لا تريد هذا الأمر، هي تقف يعني ضد هذا الأمر. لكن ماذا لو كان نتنياهو كما تفضلت يريد توريط الإدارة الأمريكية بهذه الحرب، وربما تصرف أرعن لا يحسب عواقب هذا التصرف؟ يعني هذا التصرف سيجعل الإيراني أيضا أنه سيبدأ بضرب كل القواعد الأمريكية والإسرائيلية. يعني إذا اتسعت الحرب، وحتى سمعنا من الوزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان بأن الطائرة والصواريخ كانت أمريكية، يعني هو كانت هناك رسالة إلى الطرف الأمريكي أنه في حال اتساع الحرب الرد لن يكون فقط على الجانب الإسرائيلي، بل سيكون هناك رد على الجانب الأمريكي، وأمريكا لا تريد ذلك. يعني أمريكا يجب هي تعمل على لجم نتنياهو. أنا أتصور بأن حتى نتنياهو يعلم أنه لا يستطيع خوض يعني أي حرب مع إيران، هو تورط في غزة، فكيف أنه أمام يعني المقاومة الفلسطينية المحاصرة التي لا تملك شيء، وهو لم يحقق أي إنجاز. يعني كل ما ذكره نتنياهو قبل دخول غزة لم يحققه، لا تحرير الرهائن كما يقول، لا القضاء على حماس أو على الجناح العسكري على حماس، لم يحقق أي شيء، فكيف يمكن أن يدخل في حرب مع الجانب الإيراني؟ هو فقط يريد إطالة أمد الحرب لكي يبقى رئيس وزراء في إسرائيل، لأنه نهاية الحرب وقف إطلاق النار يعني نهاية حياته السياسية. لذلك تارة يبحث عن حرب مع لبنان، تارة يقول بأنه يريد أن يدخل رفح، وتارة يقول بأنني سأرد على الرد الإيراني. هو فقط يريد أن تبقى الأمور كما هي. طيب. لكي يبقى رئيس. في هذه الأوقات وبعد هذه التصريحات المباشرة والجريئة، هل تلقت الجمهورية الإسلامية أي دعوة ربما للوساطات أو لترطيب الأجواء؟ بل نعم، هناك من عمان ومن قطر ومن مصر ودول كثيرة دخلت على الخط. نعم. وحتى الولايات المتحدة كانت هناك رسائل عديدة إلى الجانب الإيراني، لكن الرد الإيراني كان واضح، قال أن في السابق بعد استشهاد السيد رضي في سوريا واستشهاد المستشارين الإيرانيين، نعم، أيضا كانت هناك وساطات وكانوا يقولون للإيرانيين أننا سنضمن بأن لا تتكرر هذه الاعتداءات، أنه الكيان الصهيوني لا يكرر مثل هذه الاعتداءات، لكن رأينا أنه ما زالت هناك عمليات ضد الإيرانيين. لذلك هذه المرة الأمر مختلف، والقائد في صلاة العيد كما سمعنا قبل قليل أنه تحدث بكل صراحة أننا سنعاقب الكيان الصهيوني. عندما يقول سنعاقب يعني بشكل مباشر، يعني إيران ستكون الطرف واضح ليس عبر المقاومة. نعم. وسيكون هناك رد قوي. هنا السؤال، المقاومة الإسلامية في المنطقة هل ستساند إيران أم سيكون الرد فقط إيراني بالمطلق
الأقصى؟ يعني أساسا منذ عملية طوفان الأقصى المقاومة دخلت على الخط في العراق، في اليمن، وفي لبنان، وكل المقاومة هي يعني موجودة وحاضرة وقوية، ونحن نشهد الخسائر الذي يتكبدها الكيان الصهيوني. عندما تستمر هذه يعني الصورة وهذا المشهد، أيضا سيكون هناك رد للمقاومة. عندما تدخل إيران في صراع، المقاومة لا تترك إيران، كما أن إيران لم تترك المقاومة. يعني في كل ما جرى إيران كانت إلى جانب المقاومة، وهي من دعمت المقاومة منذ البداية، وهي من وقفت يعني كل ما حصل في إيران من حظر، وكل هذه يعني المشاكل الاقتصادية التي تعاني من إيران خلال السنوات الأخيرة، هي بسبب وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية. لذلك أنا أتصور بأن هناك كما قيل بأن وحدة الساحات، يعني هناك تماسك بين هذه الساحات، وسيقف الجميع وقفة واحدة ضد الكيان الصهيوني. طيب في حال تصاعدت الهجمات في المنطقة بشكل أكبر من الآن، يعني ما الذي سيستفيده الكيان الصهيوني؟ سيكون أكبر المتضررين وأول الخاسرين من اتساع هذه الدائرة؟ تارة نتحدث عن الكيان، نعم، وتارة نتحدث عن نتنياهو. نتنياهو يعني يبحث عن مصالح شخصية، هو يعلم بأن وقوف أو إطلاق وقف إطلاق النار يعني نهاية حياته السياسية، لذلك هو فقط يفكر الآن يعني فقط لمصالحه هو وليس لمصلحة الكيان. هو يبدو أنه يعلم بأن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب الكيان حتى اللحظة الأخيرة، لأن خسارة الكيان سينعكس على الولايات المتحدة أيضا. يعني في حال زوال هذا الكيان، أول المتضررين هي الولايات المتحدة، لا توجد هناك ذرائع للبقاء في المنطقة. هو يعلم ذلك، لذلك هو يقول بأن الأمريكي سيكون حتى النهاية معي ومع الكيان، لذلك أنا أبحث عن المصالح الشخصية، ولذلك هو يريد فقط إطالة أمد الحرب كما ذكرت، لكي يبقى يعني لحظة وقوف الحرب. ربما ستكون هناك محاكمة لنتنياهو، ستبدأ يعني بالتأكيد ستسقط الحكومة أيضا، وستبدأ المشاكل الداخلية في الكيان. هو لا يريد ذلك، ويعلم نتيجة وقف إطلاق النار، لذلك هو يريد الحرب مهما كلفه الثمن بأي شكل من الأشكال وفي أي نقطة. جرائم الكيان الصهيوني أزعجت المسلمين، وهذا ما أكده الإمام القائد الخامنئي اليوم. سؤالي لحضرتك اليوم، هل تنسجم ردات الفعل العربية والإسلامية مع حجم الجرائم الصهيونية في فلسطين المحتلة؟ يعني أنا أتصور بأن الجميع تفاجأ برد الفعل الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى، لأن بالنهاية الغرب هو يتشدق بقضية حقوق البشر وحقوق الإنسان والحرية وهذه القوانين الدولية، لكن رأينا أمر مختلف. رأينا أن كل هذه الأمور سقطت عندما يعني عندما نرى أن الكيان الصهيوني كيف يقتل الأبرياء والأطفال ويستهدف المستشفيات والمدارس، كل هذه الشعارات سقطت. يعني قبل يومين وزير الخارجية الأمريكي يقول بأننا حتى هذه اللحظة لسنا متأكدين بأن الكيان يقتل الأبرياء وأن العمليات هي مستهدفة وبشكل يعني دقيق، عمليات دقيقة ولا تستهدف المدنيين. يعني يبدو أن هناك يناقض نفسه أستاذ. يناقض نفسه، هو يعلم ماذا يحصل. يعني هذه الأعداد الهائلة من الشهداء والمجروحين، أغلبهم أطفال ونساء، وأغلبهم أطفال ونساء، لذلك واضح أنه يعني الكل تفاجأ أنه سقط كل شيء، سقطت الولايات المتحدة والغرب بشكل كامل، وكل ما كانوا يعني يقولون به تبين هو مجرد شعارات لا أكثر. لكن ردة الفعل، ردة فعل العربي والإسلامي أيضا لم يكن بالمستوى المطلوب. يعني في الأيام الأولى رأينا بعض التحركات، وهناك كانت مسيرات لنصرة القضية الفلسطينية، لكن في يوم القدس العالمي ربما أن المسيرات في الغرب كانت أفضل من المسيرات التي شهدناها في العالم، الإسلامي. يبدو أن هناك يقظة في العالم، لكن كان من المتوقع أن نشهد هذه اليقظة وهذه الحركة
في دولنا العربية والإسلامية قبل أي مكان آخر. لكن هناك نعم صحيح أن هناك خيبة أمل بالنسبة إلى حسين. لماذا أستاذ مجتبى؟ لماذا نحصل على خيبة الأمل دائما من الأقربين من العرب أو المسلمين؟ السبب الواضح هو أن كل القادة في الدول العربية وحتى في الدول الإسلامية هم يعملون لمصالحهم فقط. هم يعلمون أنه في حال وقفوا إلى جانب القضية الفلسطينية سيهدد المنصب، باعتبار أن أمريكا هي التي تضمن لهم الأمن وهي التي جاءت بهم إلى سدة الحكم. لذلك هم يعني أصبحوا أداة بيد الولايات المتحدة، لذلك لا يهمهم ماذا يحصل في غزة، يعني وكأنهم لا يوجد لهم أي ضمير ولا إنسانية أمام كل هذه المجازر التي شاهدناها. اليوم كانت هنالك عدة اتصالات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي مع رؤساء وزراء الدول المجاورة في المنطقة وأيضا رؤساء الدول في المنطقة لترطيب الأجواء وبحث ما يحدث في فلسطين المحتلة. يعني ما موقف العراق؟ كيف تقرأ موقف العراق إزاء كل هذه الأوضاع والأحداث؟ يعني موقف العراق كان متميز بالنسبة إلى الدول الأخرى، موقف العراق الرسمي وأيضا الموقف الشعبي وموقف المقاومة كان مختلف. يعني الموقف الرسمي كان هناك تحرك وخطابات لرئيس الوزراء، وعندما حضر في عدة قمم في المنطقة كان هناك موقف واضح للعراق، موقف مشرف للقيادة العراقية. أيضا كانت هناك مسيرات مليونية في العراق دعما للقضية الفلسطينية. أما المقاومة العراقية أيضا كان لها موقف واضح ومشرف، واستهدفت يعني مناطق كثيرة في الكيان الصهيوني. لذلك الموقف العراق كان بالنسبة مقارنة بالنسبة إلى الدول العربية الأخرى حقيقة هو موقف مشرف. لكن أنا أتصور بأن العراق خاصة يعني وضع العراق مختلف عن باقي الدول، تاريخ العراق يختلف عن تاريخ الدول الأخرى. أتصور أن العراق يستطيع أن يكون له دور أكبر بكثير، أن يستطيع أن يحرك. هنا السؤال، هل يستطيع العراق أن يلعب هذا الدور الكبير ربما في إيقاف الحرب في غزة أو التوصل يعني لعدة اتفاقات أو هنا سلام بين الأطراف؟ بالتأكيد، يعني الدبلوماسية في هذا العالم لها يعني مساحة كبيرة. والعراق يستطيع أن يلعب، يعني هو لعب هذا الدور وكان متميز بالنسبة للآخرين، لكن يستطيع أن يكون له موقف أكثر، خاصة في حالة أنه إذا استطاع أن يعني أن يجمع الدول العربية وأن يكون هناك موقف واحد. أحد المشاكل التي تعاني منها الدول العربية هي قضية أنه لا توجد هناك وحدة بين هذه الدول، مواقف متشتتة. بالتأكيد يعني هنالك من يطبع ويدعم الكيان الصهيوني وهنالك من يقف مع المقاومة الإسلامية، فهذا وهناك في طريقه في التطبيع. يعني أيضا هناك من ينتظر نتائج هذه الحرب لكي يعيد حساباته أنه يطبع أو لا يطبع. طبعا كان هناك صراع كبير، يعني هناك كان مخطط لكي يطبع العراق أيضا. يعني كانت هناك في فترة من الفترات حتى في كردستان شهدنا أن هناك حصل بعض الاجتماعات وكانت داعمة إلى الكيان، لكن يبدو أن الشعب العراقي رفض بشكل يعني بشكل كبير كل ما حصل. لذلك الكل فهم ووصلت الرسالة للجميع أن العراق لا يمكن أن يكون جزءا من المؤامرة، وهو سيقف إلى جانب القضية الأولى وهي قضية فلسطين، هي قضية مهمة بالنسبة للكل. لذلك أنا أقول بأن العراق كان له موقف يعني متميز، لكن يستطيع أن يلعب دور أكبر بالتأكيد. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فقد اليوم 3 من أبنائه. سؤال لحضرتك، هنالك الكثير من يقول أن السيد إسماعيل هنية متمتع في الدوحة وبعيد هو وعائلته ويزج بالشباب الفلسطيني في هذه المعركة ضد الكيان، اليوم هو أكبر دليل على أن ذلك غير صحيح، كيف تعلل هذا؟ يعني هناك نقطة مهمة، أن حضور القيادة في قطر أو حتى في تركيا بعض القيادات في حماس هذا لا يعني أنهم بعيدون عن القضية الفلسطينية. هم قدموا شهداء، أولادهم عوائلهم قدموا منذ فترة، يعني ليس الآن فقط. السيد هنية أيضا فقد أحد أولاده قبل فترة، يعني هذا أمر مستمر ودائم.
وإنما حضور هؤلاء بسبب لأسباب سياسية. يعني يجب أن يكون بالنهاية هناك تمثيل سياسي لحماس، وخاصة في قضية الوساطات، في قضية الحوارات السياسية بالتأكيد يجب أن يكون أن يمثل هذه الحركة وهم استقروا في قطر. هذا لا يعني أنهم بعيدون عن القضايا وبعيدون عما يجري في غزة. في حال أنه تم يعني تغيرت الأمور، هم سيعودون، هم أبناء فلسطين وسيعودون إلى فلسطين، لكن الأسباب التي وضعتهم في هذا الوضع، وبالتأكيد السيد هنية والقادة الآخرون هم يعني مع الفلسطينيين. ونحن شهدنا قبل فترة أن أحد القادة في حماس استشهد في بيروت، كان في لبنان واستهدف من قبل الكيان الصهيوني. إذن هم يعملون، يعني ليس لهم، لا يختلف الأمر إذا كانوا في الداخل أو خارج غزة، في كل الأحوال هم يعملون ضد الكيان ومستهدفون. لكن لماذا يروج لهذه الصورة على أنه القيادات منعمة والشعب يزج في هذه الحرب؟ يعني من يروج لهذه الصورة؟ بالنهاية العدو هو يريد إيجاد شرخ بين يعني القادة وبين الشعب الفلسطيني. هو كان يعول كثيرا هذا التجويع الذي حصل في غزة، وهذه العقاب الجماعي الذي شهدناه هو فقط لسبب واحد، لتأليب الشارع الفلسطيني ضد القيادة الفلسطينية، يعني كسر الحاضنة الشعبية للمقاومة. هذا الهدف المعلن، يعني ليس أمرا خفيا. لكن ما حصل حتى هذه اللحظة، نحن نرى أن رغم يعني الشهداء، أب يحمل ابنه وابنته ويخرجها من تحت الأنقاض ويقول نحن مع المقاومة ونقف مع المقاومة، يعني حصل العكس. إذا كان بعض يعني من الشعب هو بعيد عن المقاومة، بعد ما حصل الآن هناك نرى أن كل الشعب الفلسطيني يقف إلى جانب المقاومة. يعني كل الأهداف التي كان يبحث عنها الكيان لم تتحقق، بل حصل العكس. هناك أجيال جديدة ستكون مع المقاومة، يعني كل شهيد من الفلسطينيين هناك عائلة كاملة وأولاد وإخوهم يقفون إلى جانب المقاومة. عدد المقاومين يزداد، صحيح أن هناك عدد شهداء عدد كبير، لكن أيضا نرى أن عدد كبير يلحق إلى المقاومة، والكل يقف إلى جانب المقاومة. أستاذ مجتبى، بصراحة كيف ترى نهاية هذه الحرب، أو إن صح التعبير الإبادة الجماعية للفلسطينيين؟ يعني نتنياهو يبحث عن مكاسب، حتى إذا كلفه الأمر إبادة كاملة لفلسطين هو يبحث عن مكاسب. إذا لم يحقق هذه المكاسب، يعني أن الكيان ونتنياهو سينتهي أمرهم. لذلك هو يبحث عن مكاسب. كل هذه الجرائم هو لكي يصل إلى مرحلة ما قبل طوفان الأقصى. كان من المقرر، كان هناك حلف إبراهيم، وكان من المقرر أن تكون يعني أن تكون تل أبيب بديل للولايات المتحدة في المنطقة، لكن بعد طوفان الأقصى تبين أنها هي من تحتاج إلى من ينقذها، يعني اختلف الأمر. لذلك أنا أتصور بأن ما زال الكيان يبحث عن مكاسب، وهو سيرتكب جرائم أخرى. لكن هناك قضية مهمة، أنه خسر العالم، خسر الرأي العالمي. لذلك الغرب سيبدأ بالضغط على هذا الكيان. هناك انتخابات أمريكية، الانتخابات الأمريكية ستكون فيصل في هذه المعادلة. بالتأكيد ستضغط واشنطن على الكيان الصهيوني لإيقاف هذه الحرب، لتبييض وتلميع الصورة ربما. ليس إيقاف الحرب، وإنما إيقاف هذه الهجمات بهذه الطريقة. يعني أنا أتصور يعني أن الحرب ستبقى مستمرة، لكن ليس بهذه الطريقة. ستكون هناك هجمات نوعية، يعني يبحثون عن القيادات، وليس بهذه الطريقة أنه بشكل يعني بشكل كبير، وأنه ستكون هناك عمليات مستمرة فقط من أجل الإبادة. أتصور أن الأمر سيختلف، يعني هناك سيبحث نتنياهو عن ضربات نوعية لكي يقول بأنني حققت بعض الأهداف في هذه الحرب. شكرا جزيلا الباحث في الشأن الإيراني مجتبى علي، نورتنا في حلقة اليوم، وكل عام وأنت بألف خير. شكرا جزيلا.
نختم ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول استشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم ولحظة سماعه للخبر وهو يزور الجرحى في إحدى مستشفيات الدوحة. نفتح وإياكم ملفنا الثاني بتقرير إنفوغراف عن الاجتماع الذي عقد في بغداد بين اللجنة العسكرية العليا العراقية واللجنة العسكرية العليا للتحالف الدولي في العراق حول إنهاء مهمة التحالف الدولي. قضية موضوع الانسحاب هو مناط هذا بلجنة فنية من الطرفين، من الطرف الأمريكي والطرف العراقي. أعتقد ستحترم نتائج الصادرة أو المبثقة من هذه اللجنة من قبل الطرفين سواء كان العراقي أو الأمريكي، على اعتبار أن هناك ممثلين لهم في هذه اللجنة، وبالتالي سيتم تلبية كافة المتطلبات للطرفين. حقيقة اليوم القوات المحتلة نقدر نقول ما لها داعي بالتواجد بالعراق، كانت ذريعتهم هي تدريب القوات الأمنية أثناء حرب داعش الإرهابي. اليوم القوات الأمنية، الجيش العراقي، أبناء وزارة الداخلية، أبناء الهيئة الحشد الشعبي قادرين على حماية البلد. عندنا جيش من خير من الله، وعندنا قوات ذيابة أسود الرافدين، وعندنا أبطال، عندنا أبطال الأبطال بالعراق. لا أمريكا تفيدنا ولا أي دولة تفيدنا. حوار ملفنا الأول راح يكون مع الخبير الأمني سرمد البياتي، حياك الله وكل عام وانت بخير. أهلا وسهلا بحضرتك. نبدأ من الاجتماع الذي عقد أول أمس بين اللجنة العليا للعراقية ولجنة التحالف الدولي حول إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، شلون تقرأ هذا الاجتماع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وكل عام وأنتم والشعب العراقي بألف خير. حياك الله. وكادر قناة الأيام اللي احنا مستمرين وياهم إن شاء الله بألف ألف خير. الله يسلمك. هذه طبعا تكلمنا احنا اعتقد في رمضان ايضا. صحيح. كان اعتقد حول هذا الموضوع يعني او مشابه الى قريب الى المحادثات سكتها راح تطول، ماني قلت لك راح تطول يعني. صحيح. مو لا تتصورين بانه
احنا في بين يوم وليله راح تلقين المضادات الجويه والصواريخ اللي ضد الجو والدفاعات الجويه والمسيرات والهذه راح تتوفر لنا. ليش؟ انت تعرفين هذه اللجنه هاي من ثلاث لجان، هي ثلاث لجان هاي السي ام سي، واجبها الرئيسي انهاء عمل التحالف الدولي وتحويل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة إلى علاقة عسكرية ثنائية، ليست فقط في مجال الـ يعني الأمن والعسكر، في كل المجالات، مجالات أخرى احنا عندنا. خليني أسلسلش لأنه في ضوء لقائي ويا رئيس وزراء صارت كثير من الكلام. أولا الهدف الأول من ذهاب رئيس وزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي. الآن راح نيجي على اتفاقية ايش تتضمن هاي اللي صارت ب 2008 واللي طبقت 2011. هذه لا ما تشمل فقط التعاون العسكري بهذا الموضوع، التعاون الأمني ترى فقرة من عدة فقرات موجودة بها. نعم. تعامل الوضع المالي والمصرفي، الوضع حتى في الزراعة، في الاقتصاد، في مجال الكهرباء، في مجال التعليم، في مجال الثقافة، تبادل، هذه بيها يعني بيها فقرات كثيرة من ضمنها فقرة الأمن. يعني أنت مثلا أكو موضوع كليتنا إحنا عايشين ونعرفه أنه موازي إلى موضوع الأمن، موضوع الاقتصاد، موضوع وضعنا، موضوع صحيح. النفط، يعني إحنا أبسط شيء أهم شيء المواطن شيء يريد إحنا نقول أمن وأمان، والله يعني يكتب لنا أنه كافي أنه المواطن العراقي مو جوعان شبعان، هذا يحتاج له توفري له نظام سلة غذائية. تعرفيها أنت موجودة هسه في وزارة التجارة. نعم. هاي السلة الغذائية إحنا ما عندنا إنتاج مثل تركيا أو إيران ننتجها كلها، صارت دول تعتمد على نفسها. زين إحنا هذا كله نستورده بالدولار، والدولار وين موجود؟ واشنطن بالبنك الفيدرالي. إحنا حاولنا يعني حتى تكلمنا في رئيس الوزراء في وقته، فالرجل حاول إنه يبيع النفط بعملات أخرى، لكن وجدنا إن هنالك خسارة 30% إذا البيع. لذلك هم كل الدول اتضح لي، لأن أنا كنت أشكك بهذا الموضوع، لكن الرجل قال كل الدول تبيعها تبيع الدولار عن طريق البنك الفيدرالي الأمريكي. إحنا يمكن الوحيدين اللي يعطونا كاش ماني. نعم. كاش ماني يعني حوالي 10 مليار دولار يعطونا بالسنة، كانت 12.5 قللوها 10 مليار، هاي يعطونا إياها كاش لتمشية أمور الدولة، قلت إيش هذه سلة غذائية وغيرها. فنجي نتكلم على هذا الموضوع، صارت ثلاث لجان شرحت لك اياها سابقا. اللجنه الاولى هي تحديد مدى خطوره داعش، تهديد داعش. هم كل نقطه خليني اشرح لك اياها هالمره، اشرح لك اياها مفصل. تهديد داعش وين؟ شوفي قبل يومين مارك كوريلا قائد القياده المركزيه الامريكيه صرح تصريح، سبحان الله، من قال موجودين 9000 موجود داعشي في عند قسد، وذكر بانه اكو 2500 داعشي بين العراق وسوريا. نعم. ذكر عدد طلعات مالتهم وكانت كبيره، عندهم 466 واجب خلال شهرين بالعراق، كاتلين 11 واحد واعتقد معتقلين 34 واحد خلال هاي الشهرين من تنظيم داعش. تحديد تهديد داعش هم يحاولون من خلال خطابه يحاولون أن يحجمون داعش في العراق وسوريا، يسيطرون عليهم في العراق وسوريا. ليش؟ لأنه اللي ما تعرفوا لي كثير مثلا ما يعرف بي، تعرفين داعش أصبح عندهم نشاط خطير جدا في غرب أفريقيا، في النيجر، في موزمبيق، في الكونغو، انتحاريين، عمليات انتحارية عندهم. هم ما يريدون هذا الموضوع أنه داعش تروح تعشعش في مكان آخر، طبعا هاي مو زين علينا بالمناسبة، يعني هم يردون، يعني مو زين على العراق لو مو زين على مصالح الأمريكان. لا مو زين على العراق، داعش صناعة أمريكية، مو زين على العراق، من صالح أمريكا أنه ذول الدواعش ما يطلعون من العراق ويروحون إلى يتطشرون بالعالم. عرفتي شلون؟ يقول لك احنا موجودين، منو دا يدفع الثمن؟ العراق. موني بس حتى أفهم العملية الأخيرة اللي صارت بروسيا، مو انطت انطباع للعالم على انه داعش قوي وقدر يخترق الامن الروسي، ولذلك احنا لازم نبقى بالعراق لانه داعش موجود وبقوه. وهذول من طاجيك، والعمليه اللي صارت في كرمان
بذكرى استشهاد قاسم سليمان ايضا النطاجي شوفي هم ذولا سبحان الله كانه اني مرات امثلهم مثل حشره الارضه يعني تاكل بال ما تعرفين منين يطلعون وباي وقت يطلعون. فلذلك هم نعم طبعا دائما يقولون بان هناك موجود تهديد داعش. فهاي اللجنه الاولى تدرس مدى خطوره داعش في العراق وسوريا. اللجنة الاولى والثانيه مع العلم باجتماع تموز 2023 من راح السيد وزير الدفاع هناك، اول موضوع قلنا لهم رجاء افصلوا الساحه السوريه عن الساحه العراقيه. لحد الان هم يتكلمون عن الساحه العراقيه والسوريه كانما وحده. فهذه هم بها مشكله، يعني احنا متواجدين في العراق وسوريا، يعني مثلا ما يقول خلص العراق هدأ ما بيشير روح السورية، لا بيعتبروها. وهذا مو مثل ما احنا اتفقنا عليه في تموز 2023. اللجنه الثانيه تدرس البيئة العملياتية يسموها هم، كثير من الناس يمكن ما تعرف شنو البيئة العملياتية، هو وضع العمليات اللي يقومون بها بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة على الأرض، وكيف يأمنون وشنو اللي يصير وشنو اللي يحتاجه. أخطر لجنة الثالثة اللي أكد عليها واللي يعني بكل القنوات ألف وحتى الرئيس وزراء. أخطر لجنة شنو هي؟ تعزيز القدرات التسليحية العراقية. احنا يا سيد فراح خل اقول لك شغلة واحدة. اولا ماكو سلاح جاهز بالعالم. هي مو معارف سيارات ننزل ونشتري فلان سيارة وفلان سيارة وفلان سيارة ونجي. هذه كلها تروح باوردرات وطلبات تصنع بالخارج، تصنيعها وتحتاج سنة وسنتين وثلاثة. اسمح لي أستاذ سرمد فقط أنتقل إلى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول. حياك الله سيادة اللواء، كل عام وأنت بخير. ممكن تحدثني عن مخرجات الاجتماع اللي صار بين اللجنة العراقية ولجنة التحالف الدولي حول إنهاء مهمة التحالف في العراق؟ تفضل. أستاذ يحيى تسمعني؟ سيادة اللواء؟ الو سياده اللواء تسمعني؟ والله الصوت ضعيف جدا. زين هسه صوتي واضح؟ يعني يا دوب. اوكي. بدايه اقول لك كل عام وانت بالف خير، وراح اسالك سؤال واحد عن مخرجات الاجتماع الذي حصل بين اللجنه العراقيه ولجنه التحالف الدولي حول انهاء مهمه التحالف في العراق. بداية كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. وانت بألف خير. تمنياتي لكم للشعب العراقي والقوات المسلحة الأمن والأمان والازدهار. أكيد الاجتماعات هي مستمرة بعد أن عقدت اللجنة الفنية العسكرية العليا اجتماعها مع اللجنة العسكرية التحالف الدولي. طبعا منذ فترة هناك اجتماعات للجان الفنية الفرعية، ويوم 8 نيسان كان اجتماع للجنة الفنية العسكرية العليا مع التحالف الدولي بعد ان رفع التقارير الخاصه باجتماع اللجان الفنيه. ما تم التاكيد عليه هو احترام سياده العراق، وايضا انه القوات المسلحه العراقيه قادره عن دفاع العراق وعن سياده العراق. بهذا الامر والتوجيه واضح من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحه بانهاء مهام التحالف الدولي والذهاب باتجاه ان تكون لدينا علاقات ثنائيه مع جميع دول العالم من ضمنها ايضا دول التحالف الدولي، ليس في مجالات الامنيه فقط لتعزيز الامن والاستقرار، لكن ايضا في مجالات التسليح، التدريب، في مجالات اقتصاديه، ثقافيه، في كل المجالات، والعراق اليوم منفتح على كل دول العالم. نعم. فيما يتعلق سياده اللواء بمجال التسليح، اليوم العراق قادر على تنويع مصادر التسليح لو لا؟ اكيد هي حاله صحيه هذه، انه يكون لديك تنوع بالاسلحه، لهذا حقيقة السيد القائد عن قوات مسلحة منذ أن استلم يعني مهمته كرئيس للوزراء وقائد عن قوات مسلحة، كان من أولى الأولويات لديه هو موضوع تسليح القوات المسلحة العراقية. لدينا لجان فنية عسكرية ذهبت للعديد من الدول، دول رصينة، وأيضا في مجال التسليح لدينا عروض فنية كثيرة. وما يؤكد عليه السيد القائد العام وايضا القياده العسكريه هو استكمال بناء القدرات للقوات المسلحه العراقيه، وذاهبون
التسليح واستكمال بناء هذه القدرات ومن مناشئ عالمية ومتنوعة أيضا. شكرا جزيلا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت. إذا أرجع لك لنفس النقطة اللي دائما نتناقش بها أنا وحضرتك، تنويع مصادر التسليح هذه ممكنة؟ شوفي أني يعني مريت بهاي الفترات يعني بالثمانينات بالتسعينات. نعم. مصادر التسليح طبعا احنا شنو الغاية منها؟ الغاية انه ما نبقى مثل ما هسه احنا، يعني اتمنى ان لا يزعلون العالم علينا، احنا 85% من سلاحك امريكي، احنا ما مجبرين على هذا الوضع. يعني اذا وقفت الشركات او وقفت صيانتها او وقفت مبيعات السبير بارس، على الرغم بيناتنا معاهدات وعقود الاف ام سي والاف ام اف، هذه اذا توقفت هذه كلها، هذه نهر دجله تروح بنهر دجله، ما بيها فائده، ما بيها فائده، خاصه السلاح الامريكي، مو سلاح مثل الروسي. الروسي ممكن كنا نصنعه بدول اخرى، حلف وارشو كان يساعدونا بولندا يوغوسلافيا رومانيا، هذه ممكن انهم، لكن السلاح الامريكي محصور يمهم حصرا. يعني انت الاف 16 مثلا ادامتها المحرك مالتها اللي يروح الى معمل، احنا ما عندنا معمل. ليش ما عندنا معمل؟ لان يعني عدد السلاح الموجود للاف 16 مو هذا العدد الكبير مثل ما موجود بالمانيا او بتركيا او في الكيان الصهيوني مثلا، او مخالين يمهم معمل للصيانه. احنا لا، احنا لازم نبعثها للخارج. فلذلك بالثمانينات اذكر اجتنا صواريخ الميلان الفرنسيه، اجانا الطائرات الميراج الاف 1 والكيو 5، واجتنا حتى اتذكر اجتنا مدرعات برازيليه كاسكافيل. زين اجتنا اسلحه من مصادر مختلفه بالعالم. هسه احنا بدنا نشتغل هذا الشغل للصين، لكن احنا نحتاج الوقت سيد فرح، الوقت مهم جدا. 85% من الجانب الامريكي طبعا، يعني لعد شن هي قوه التسليح، القدره التسليحيه العراقيه هسه؟ لا بصراحه سيد فرح، هذا السؤال ما توجهيه لي، توجهيه الى كل شخص استلم مركز ومصدر مسؤوليه بعد ال 2003. ايش داعك بعد ال 2003؟ اي ما يجاوب. انتوا اجيتوا بعد 2003 فرضوا عليكم، قال لكم تعالوا اشتروا عندنا هاي احسن طياره بالعالم الاف 16، بس ما قالوا لهم هاي تدفعون 350 مليون دولار بالسنه على مود صيانتها، ذني 30 طائره او 33 طائره. زين من جابوا لكم الابرامز؟ اوكي احسن دبابه بالعالم، لكنه تعالي ادامتها وتصليحها شلون؟ عتادها منين تجيبي؟ بالوقت اللي الروس همين طلعوا التي 90 رائعه جدا، التي 72 خضنا بها معارك كثيره ممتازه. يعني استاذ سرمد بصراحه ستقريب من الجهات المعنيه تسالهم هذه الاسئله، شو يجاوبوك؟ هسه تقول لي اني اسالهم وانا بعيده عنهم، ما انت بالجهات المعنيه وقريب من يمها، شو يجاوبوك من تسالهم؟ لا ما عندهم اجوبه، لان عندهم ضعف في هذا الموضوع، طرحت عليهم الكثير من الامور. أي؟ والله مره طرحوا عليهم 250 ناقله مدرعه هذه روسيه كلهن ب 50 مليون دولار، من انتهى حلف وارشو قاموا يبيعون الاسلحه الشرقيه، يابا احنا سلاحنا شرقي دي جيبوها، جيبوها. زين هم جابوها. زين هسه انت كخبير امني القدره التسليحيه العراقيه، انا كخبير قول لي تعال يا استاذ سرمد، انت قاعد تنظر علينا بالتلفزيونات يوميه طالع وتحكي، تعال بالله حل المشكله. انا اقول لك وذيش المره قلت لك اياها، قلت لك من اول اجتماع قعدوا ويا اللجنه العسكريه فورا وفود ادز باكستان، كوريا الجنوبيه، هند، صين، روسيا، برازيل، كل الدول ادزلها وفود، اسبانيا خوب اسبانيا يعني ما اعرف، ذلك يتابعوني بالتلفزيون، دزوا علي قال يابا عندنا هاي العروض محترمه جدا تقدر توصلها لوزاره الدفاع. وصلتها؟ طلعوا هم وصلوها وراح وفد من وزاره الدفاع لاسبانيا، بس بعدين ما صارت عقود وياهم. زين عندهم مسيرات، عندهم ليش شيء. توصل دائما للحلق ومصير استاذ سرمد؟ ما اعرف. لا اهمال لو اكو جهه، ليش ما تركيا؟ اكو جهه ما تقبل. ما ليش ما تركيا؟ الست البيرقدار ما ادري ديش نسيت اسمها، النوعيه اللخ، نوعيه جدا ممتازه من المسيرات، واحد يقول فساد وواحد يقول والله السوفت وير يبقى بيم تركيا. عزيزتي اليوم انا اذا اطلع، مو كل العراقيين فاسدين، لا والله الفاسدين 10%، لكن اليوم من اطلع انا اقول له اريد اخي هاي الطلبيه،
أني بفلوسي بفلوسي، عرفتي شلون؟ يعني أني أريدها يقول لي والله ما تكمل إلا سنة ونص سنتين، أقول لا أعتذر ما أريدها، ممكن غير دولة تعطينيها بستة شهور، هذا رأسا يبدل. ناس تريد فلوس، العراق بلد غني، لكن المفاوض 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 يمشي بأمر الحكومة، ما خو بيروح من ذاته ويسوي. هسه أحسن، هسه وزير الدفاع أحسن دي يشتغل. هسه إحنا عندنا رادارات عالية التردد والمنخفضة، يعني اللي تكشف الأهداف الواضحة تجي، بس بعد شوية تجي يمكن بعد سنتين. إنزين المشكلة الصواريخ الدفاعات الجوية، أنت شلون تطلعين الأمريكان زين وسمائش ما تعرف فيها؟ ما هي السيادة، السيادة ما تجزأ، سيادة بالنسبة للجيش ثلاثة، بري بحري جوي. جو. بري هذا 100% أقول لك السيادة عراقية لا تقبل النقاش، والبحري كذلك ما عندنا شيء. قبل هي ما تكون سيادة عراقية البري، وادي الشاي ما تقدر تدخل أستاذ سر؟ لا نقدر نقدر، هذا لي كله حد الآن شلون نقدر؟ شلون نقدر؟ إذا يرادلنا من فوق، من يكشف لنا اللي طاير فوق حمرين، أنا طاير فوق حمرين وشايفها، اللي طاير فوق حمرين يعرف بأنه هاي الأماكن ما تدخلها لا عجلة مدولبة ولا مسرفة، نحتاج إلى طائرات مسيرة تبقى طائرة فوق حمرين وفوق قرتشوغ وفوق الجبال هذه، متابعة ورصد وتنطي أهداف وقسم منها قتالية. ست الكلام هذا الكلام والله مو صعب التطبيق، أبدا مو صعب التطبيق. هسه مو صعب، رئيس الوزراء راح يروح لواشنطن، هذه الأجندات راح تكون موجودة وياه، راح يطرحها بشكل على نيابة، هذا اللي عندنا وهذا اللي عندكم وخلنا نتفق، ما لهم علاقة، لو راح تفشل ما لهم علاقة، هاي مو تفعل الإطارية فرح، هذه تفعيل إطارية إطار ما له علاقة بالتسليح يا عزيزتي ولا فقرة بها، تعزيز القدرات التسليحية العراقية. إحنا سلام عليكم السلام، عمي تطونا باتريوت زين، هاي أبسط مثال، هاي ضمن الاتفاقية، لا هذه إحنا نريد أسلحة ضد الجو، ما راح ينطوج زين. ليش؟ يقول لك هاي تهدد أمن إسرائيل، أنا أعرف عرف أجوبت يعني قبل ما نطلب منهم الجواب متحضر، جواب حاضر، لذلك أنا لوش أطلب منهم؟ أنا غير دول ما تفرض علي هذا الكلام، أنا إذا أروح على روسيا وأقول هطيني أسر 400 منو راح يصير عندنا مشكلة؟ راح مشكلة من أمريكا، تقول أمريكا تقول إذا تجيبون أسر 400 إحنا نقطع عليكم الأول والتالي، لأن هي ويا تركيا خربت، لأن اعتبروها تهديد الطائرات للأسكس، لا راح تنحل تروحين أنت وجهودك ومفاوضك وفلوس، تروحون حسب الأصول، الأخوة اللي يسمعنا من جميع الجهات يطلعون فورا ينزلون وفود، الصين تبيع، باكستان تبيع، كوريا الجنوبية تبيع، كوريا الجنوب مو عندنا طائرات تي 50 الكورية زين، روسيا تبيع، كل الدول تبيع، خل أقول لك لك خو ما تصورين، ترى من أقول لك تبيع ترى احكي سنتين فما فوق، أنت قلت لي هذه النقطة، بس إذا راحت عندهم فلوسهم جاهزة كعراق وراحوا واشتروا من روسيا أو من الصين، الولايات المتحدة تقبل لهم لو راح تحرق الأخضر واليابس؟ اعذريني راح أجيب مثل، محمد جواد ظريف كان وزير الخارجية في إيران، باعوا لهم روسيا أس 300 دفعوا الدفعة الأولى أي. زين روسيا أجاها تهديد من أمريكا قالوا لهم ما تبيعون الأس 300، جواد ظريف ما خلنا مكان بالعالم قال روسيا سرقتنا، طيناهم عربون وبيناتنا عقود، شلعوا الأس 300 منهم غصبا ما عليهم، هذا المفاوض، هاي قوة المفاوض، هذا يجب وراحوا وقلدوها سووا خرادات وما حد يحكي وياهم وما حد قال لهم شيء زين، هذا الحكي قبل 3 سنين، أنا أروح مفاوض أخي، أنا أريد ماكو مشكلة، أنا أريد باتريوت، هسه راح يقول لا ما نعطي باتريوت، خلص إذا أنا إلي مطلق الحرية أن أحمي سمائي، أنا أعطيتك حجة وأنت ما قبلت راح أروح أشوف غيرك، أصلا بس يحتاج لنا المفاوض القوي والله، إذا نتأمل خير إن شاء الله بهذه، شكرا جزيلا الأستاذ سرمد البياد الخبير الأمني، حياك الله وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله. سادتي الأكارم، نصل الآن إلى ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. رئيس الجمهورية ونظيره المصري يؤكدان أهمية الوقف الفوري للحرب وتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني. السوداني وبشار الأسد يبحثان أبرز تحديات المنطقة والعالم واستمرار العدوان الوحشي ضد الشعب الفلسطيني. الصحة تعلن فتح باب التعيين لخريجي الجامعات العراقية من المعاهد التقنية والصحية لعام 22 و23.
النزاهة تنفذ مذكرات قبض بحق 11 متهما بفقدان أضابير تنفيذية وتعقيب المعاملات في الديوان. وأخيرا الداخلية تعلن القبض على 10 متاجرين بالمخدرات بالجرم المشهود في 50 محافظة. شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.